مبدئيا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه لجميع المشاهدين والمتابعين في يشاهدون في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه العرائش. اذا ما بقاش الا بحمله امنيه كبيره بالمدينه لتوقيف المخالفين للقانون. حمله امنيه كبيره كتشهدها الان مدينه العرائش لتوقيف المخالفين خارقي القانون. بطبيعة الحال حملة أمنية كبيرة أنا بمدينة العرائش من أجل توقيف خارقي القانون. إجراءات أمنية مشددة الآن بمدخل تجزئة المنار، وتم توقيف مجموعة ديال المخالفين، مجموعة ديال القاصرين اللي تم نقلهم إلى المديرية. إذن كما قلت في الأوفية متابعي قناة شفت في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش حملة أمنية كبيرة كتشهدها الآن مدينة العرائش لتوقيف المخالفين للقانون، وتم توقيف مجموعة من التريبورتورات وكذلك مجموعة من القاصرين مسددة بجل أحياء المدينة، وكاين دوريات لتوقيف المخالفين. ما بقاش اللعب بطبيعة الحال. نتمنوا ان احتمال المواطنين انهم يتعاونوا مع رجال الامن حالات الى لقاو شحال ديال الكريساج او الى لقاو كذلك لقاو كذلك الى لقاو شي شخصين كذاب زوج ديال الاشخاص. كاين لان مؤخرا في هذه الايام الاخيره ان الله يديم خلق بحال الانسان كان مربوط. كانوا مجموعة ديال القاصرين اللي كيديروا الرعب مجموعة ديال المناطق. الآن كيتم التوقيف ديال التريبورتور. ولا
صح هذا اللي احنا فريق ياسين مشغول.